أنباء عن انفجار يوصف بالضخم في إدلب، هل من تفاصيل بشأنه وما هي آخر تطورات الميدانية في إدلب؟ السلام عليكم. بالنسبة للانفجار الذي حدث في مدينة إدلب، حتى الآن لم تردنا التفاصيل، إلا أن هذا الانفجار هز أنا فقط. سيد زكوان، هل ما زلت تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا. أما بالنسبة لمحافظة إدلب ككل في بمدنها، فالآن مدينة سراقب تتعرض لعملية قصف، وهناك تحليق للطيران الحربي فوق سماء المدينة، وسقطت عدد من القذائف هناك، مع علم أن قوات من الجيش والشبيحة والأمن هي تتجه على طريق النيرب باتجاه الشمال إلى مدينة إلى محافظة حلب. إن أيضا اليوم الليلة الفائتة إن بلدة فرومة في ريف معارة النعمان الغربي قد تعرضت إلى قصف عنيف، هي ومدينة حاس، أسفر ذلك عن سقوط 8 شهداء منهم 4 من عائلة إلى واحدة، أصيب أكثر من 50 شخصا، وتوالت القذائف من معسكر وادي الضيف شرق مدينة معارة النعمان على هذه البلدات، وقد قصفت أيضا بلدة الرامي التابعة لجبل الزاوية، وسقط هناك الكثير من الجرحى. بالنسبة لمدينة أريحة فقد تعرضت لقصف هي الأخرى في الساعات الأخيرة من صباح هذا اليوم، أسفرت عن هدم 3 منازل، والآن هناك حشد للقوات العسكرية في منطقة الحامدية على الطريق الدولي طريق حلب الشام القريب من الواقع بين مدينة خان شيخون ومعرة النعمان. هذه الحشود شكلت تخوفا كبيرا منذ ليلة البارحة بالنسبة للأهالي الممتدة على هذا الطريق، فإن على هذه الأرسال حيث تجتمع الجيوش والآليات تقوم بقصف عشوائي كثير من الشهداء والجرحى وتترك نعم. الكثير من الدمار خلفها. حدثت هناك حركة نزوح على في مدينة سراقب وفي مدن جبل الزاوية وفي مدينة المعرة ومنطقة الحامدية. نعم شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي زكوان حديد، حدثنا من مدينة إدلب.